مرحبا بكم في حلقه جديده على قناه موروكو كار درايفر. هذه الحلقات كل شويه مغيره. كيجيو عندنا بزاف السيارات اللي كنعدلوهم كنبدلو لهم لوك كومبليتمون، وقلت علاش ما نشاركش معكم هذا الشيء اللي كندير. اليوم جاي عندنا واحد السياره هي بي ام دبليو الفئه الخامسه 2011. نقلبت نعطيكم معلومات عليها، فيابيليتي ديال المحرك ديالها. كلشي كيقول لك بانها سياره مزيانه، المحرك فيها مزيان، ما كيوقعوش فيه مشاكل. كنهضروا المهم من 520 حتى 535. المهم كاع الناس هادو اللي دوزوها كيهضروا عليها وكيشكروا فيها بزاف. الثمن ديالها على حسب ليطا ديالها وعلى حسب لا فينيسيون اللي فيها، كتكون تقدر تكون بين 160 الف درهم حتى 260 الف درهم، بين 16 مليون حتى 26 مليون. دونك غنبداو الحلقه غنوريكم من وصلونا لي بارشوك ديالها ديال باك ام سبور حتى الاخر كي خرجت السياره.
انا في الاخير غنخليكم تشوفوا الطوموبيل كي خرجات. نتمنى تكون عجبتكم هذه الحلقه هذه ونطلب منكم واحد الحاجه خليو لنا التعليقات بزاف وقولنا شنو كيبان لكم في هذه الحلقه اللي درنا جديده وشنو الحاجات اللي بغيتيهم يكونوا في الحلقات الجديده في هذا المجال هذا وغيبقاو دائما للتست درايف والبرنامج الاخر اللي كان بريزونطو فيه السيارات الرياضيه والناس والتعديلات اللي كيديروا المالكين ديالها غيبقاو داكشي وغنديروا هذه البرامج حتى هما معاهم شكرا